وأما تعريف السحر في اللغة ما لطف وخفي السبب، فأنت ترى أعمال كثيرة منها ما تكون أمور هندسية أو خفة يد أو أمور تكون بمعونة الشياطين، فيخفى سببها على المتفرج ما لطف وخفي سببه. والسحر يقع على حقائق كثيرة جدا، منها ما يكون ما خفي من قبيل خفة اليد والهندسة وإلى ما يتبع ذلك، ومنها ما يكون باندماج عقاقير، ومنها ما يكون بمعونة الشياطين من تخييل، وكما قال تبارك وتعالى: سحروا أعين الناس واسترابوهم، يخيل إليه من سحرهم. فكما في باب المعاملات، البائع يقع على بيع الذهب بالذهب، منها ما يكون ربوي إذا اختل أحد الشروط، وكذلك بيع الخيار، خيار الشرط، خيار المجلس إذا اختل شرط، وكذلك بيع السلم، وكذلك باب الصلح، باب الوكالة، باب الحوالة، ضمان الديون، ويدخل فيها الغصب، ويدخل فيها القراض، ويدخل فيها المساقاة، ويدخل فيها باب الهبة، ويدخل فيها باب إحياء الموات واللقطة واللقيط، فكل هذه من المعاملات. فباختلال شرط أو وجود مانع يصبح مثلا هذا البيع فاسد، أو هذا البيع حرام، أو هذا البيع باطل، مع الاستحلال يصبح كفر. وكذلك السحر يقع على حقائق كثيرة جدا، منها ما يكون كفرا، ومنها ما يكون مباحا، ومنها ما يكون حراما، وإذا استحله يكون كفراً.